حرص الحرص على العلم والاجتهاد فيه، ويستعين المسلم بربه عز وجل بالدعاء، يدعو الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الأمة أمره عز وجل أن يقول: وقل ربي زدني علما. لماذا نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ من أجل هذا العلم. كيف تهدى إلى الصراط المستقيم؟ ما تهدى إلا بالعلم. فأنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة أن يعلمك ما تحتاج إليه. ولذا قال بعض السلف: قال إن حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن به حياة القلب، لكن بالطعام والشراب حياة البدن، والبدن لا شك أنه هالك الآن وبعد آن، فإن مصيره إلى الموت، لكن يبقى هذا القلب الذي يوصله إن كان حيا يوصله إلى الحياة الأبدية التي بها السعادة.